العلماء رحمهم الله رتبوا لنا العلم، وبقي أن نسير على هذا الطريق. إذا قال العلماء القصر يقول قصر الرباعية، قصر ماذا؟ يعني الثنائية والثلاثية لا تقصر. نعم، فعندما تأتي وتقول قصر تقول قصر الرباعية. أي رباعية؟ الظهر والعصر والعشاء، هذا الذي تقصر. من من المسافر المقيم يصلي 4 ركعات. طيب بالنسبة لوضعنا اليوم، فإذا صلى إمام مقيم في هذه البلدة يصلي 4 ركعات، أنا مسافر الآن ماذا أصنع؟ أصلي بصلاة الإمام حتى ولو أدركت مع الإمام ركعة واحدة، حتى وإن لم أدرك شيء، أدرك مع التشهد الأخير أنا أصلي بصلاتي، أصلي 4 ركعات. إذا تقدمت أنا للصلاة وصليت 2 ركعات العشاء مثلا، ماذا نصنع؟ المسافر يسلم معي، أدرك من الصلاة 1 ركعة يقوم ويأتي 1 ركعة. وإذا صلى خلفي من هم من أهل هذا البلد ماذا يصنع؟ إذا سلمت يقوم ويأتي 2 ركعات. طيب إيش بقى؟ في إشكال في هذا؟ نحن مسافر ولا لا؟ والله اسألني أنا، أنا مسافر أم لا أنا أعرف، أما أنت مسافر أم لا أنا والله ما أدري. والله ذكرت لكم هذه المسألة في أول الدرس، أنا لا أفتي. ماذا تصنع في الأمور الخلافية التي اختلف فيها علماء أهل السنة؟ تبحث عن إمام مو مثلي لا في العيد ولا في النفير، لا، تبحث عن إمام تثق في دينه وعلمه وتأخذ بقوله. فهذا قال بحثت في هذه المسألة وأنا أثق في فتاوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله وآخذ بقوله. فما يصح أن يأخذ بقوله في مسألة وفي مسألة أخرى قال والله يعني مذهب الشيخ في هذا يعني فيه شيء. من أنت تتكلم في الشيخ؟ صح؟ نعم. فأنت إذا أردت أن تأخذ بفتاوى الشيخ تأخذ فتوى في كل المسائل، مو تأخذ فتوى في مسائل في مسائل لا تأخذ، ما يصلح. كما قال لي بعض الطلاب قال والله أنا معجب بشيخ الإسلام ابن تيمية وآخذ بأقواله في كل شيء إلا شيء واحد أنه لم يتزوج، هذا لا يصلح. طيب هو ترك النكاح رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فإخواننا يعني مثل هذه المسائل يعني اختلف فيها كبار العلماء، صح؟ في المدة وفي النية وفي كذا. فأنت إيش تصنع الآن؟ ترجع إلى إمام في كل المسائل، حتى كالأكل من الميتة، هذا الآن أخذك بقول هذا الإمام في فتاويه وكذا، كالأكل من الميتة حتى يفتح الله عليك بالعلم. لأن الأخ الآن هذا إذا أراد في هذه المسألة، مسألة القصر ومتى يقصر والمدة وكذا، أراد أن يبحث في المسألة إن شاء الله يبقى في هذه المسألة أشهر، صحيح أم لا؟ فماذا يصنع الآن؟ هو لا يعرف المطلق ولا المقيد ولا الخاص ولا العام ولا الظاهر ولا المؤول ولا كذا ولا كذا ولا أشياء حقيقة وكذا. فماذا يصنع؟ يقول أنا الآن أمشي على هذا كالأكل من الميت حتى يفتح الله عليه في العلم، ثم بعد هذا أرجح. لكن الآن ما يستطيع أن يرجح، صح؟ وأنت تسمع أنه بعض الطلاب يعني هو في نفسه متناقض، يعني يقول لي جاءني طالب قال والله تعبت، الطلاب أتعبوني، لأنه هو يسمع كلاما كلام الطلاب، قال أحيانا أنزل على اليدين، يصلي جنبي رجل من الطلاب ويقول لا يا أخي النزول على ركبتين، يقول أحيانا خلاص أرجع وأنزل على ركبتين، يأتي يقول لا فلان قال والأدلة كم،
فقال والله تعبت ما استطعت ان اصلي، اصلي احيانا وانتظر حتى هذا يسجد، اذا سجد على يدين على يدين. اصبح هو يريد يصلي لله واصبح يرائي الان اشكال. فقال لي هذا مشكلة راح أبطل. فقال لي هذا، فالآن أنا أصنع شيء مع الطلاب ولا ينكر علي أحد. أقول له ماذا تصنع؟ إيش صنعت؟ قال أنزل على الأربع. الذي ينزل على ركبتين يظن أن ينزل على يدين، على ركبتين، والذي ينزل على يدين يظن أن ينزل. سبحان الله، هذا الآن ماذا صنع؟ أحدث قول جديد لم يقل به أحد من العلماء. السبب الجهل. فأنت الآن طالب، ماذا تصنع؟ ابحث عن عالم تثق في دينه وعلمه وتأخذ بفتوى، مفهوم يا أخي؟ وترتاح، ترتاح في كل مسألة. إذا جاءك إنسان أنكر عليك قل والله يا أخي أنا ما أعرف ولا أعرف البحث في المسألة الآن، وأنا مضطر إلى هذا، ورجعت بهذا إلى فتوى الشيخ بن باز رحمه الله، أو فتوى مثلا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وهو إمام معروف، وأنا أخذ بقولي الآن حتى أفتح الله عليه. صحيح؟ نعم. فهذا يعني الطريق الوسط إن شاء الله تعالى. لكن إنسان يعرف المسائل ويعرف يبحث وكذا ويرجع إلى فتوى العلماء، لا، لابد من البحث في المسائل. فالمسائل التي اختلف فيها للسنة، هذا الخلاف فيها سائل. أما عندنا مسائل لم يختلف فيها للسنة، انتبه، هذا في خلاف لا يمكن. مفهوم أخواننا؟ إذا المسائل اختلف فيها للسنة، هذه ماذا نصنع؟ إذا ما استطعت تضطر لأخذ قول عالم إمام. أما في مسائل ما اختلف فيها للسنة أصلا لا يمكن أن تطالع في أقوالها في البدع. طيب، مفهوم؟ الحمد لله. فإذا صلى الإمام ركعتين، من أخذ بفتوى عالم أنه مقيم خلص يصلي، وأما المسافر مسافر. لكن مشكلة البعض هو لا يدري هو مسافر أو مقيم، فماذا أنا ماذا أصنع؟ والله ما أسأل الله سبحانه وتعالى. إخواننا، شيخ الإسلام كان يدعو ويستغفر أحيانا، إذا أشكلت عليه المسألة يستغفر، يستغفر حتى يفتح عليه. فأنت الآن اظهر افتقارك إلى الله، لابد، والله ما يضيعك الله. فأنت تفتقر إلى الله وتطلب من من؟ تطلب من الله الرزاق، فاطلب من الله اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب، أنت تحكم بين عبادك فيما كان فيه يختلف، اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء للصراط المستقيم. هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام يقول هذا، أن الإنسان إذا احتار في المسائل والخلاف يدعو بدعة النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا الدعاء اللهم اهدني وسددني فحتى يفتح الله عليك، وأحسن الظن في الله، والله لا يضيعك الله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ نحن والله بهذا الكلام يعني نريد أن نبين يعني الطريق، لن يستطيع مثلا أن أنقل لك الآن فتوى عالم، أذهب بعد أيام وترتاح مني، ويأتي بعض الطلاب يقول ماذا أصنع؟ لماذا؟ يا أخي أنت عندك سهل جدا الآن، يعني وسائل اتصال، بضغطة زر واحدة تخرج كل الفتاوى، صح؟ ولله الحمد. استعملوا هذه الأمور في طاعة الله. نعم، تستطيع بإذن الله أن ترتاح وتقطع هذه المسائل كلها. طيب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. الله عليك. نعم، نعم، ما يتغير. إذا كان لا يتغير في الدنيا لا يتغير في أمور الآخرة من باب أولى. نعم. طيب، نعم يا أخي. الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خوف عبادة وتعظيم والسر، صرف الغير إلى شرك أكبر، خوف طبيعي جائز، وخوف محرم. ف
القنوط أو طاعة المخلوق في معصية الخالق. فصادق العلم ينادي العمل، فتح الله عليه. صبر على طاعة الله حتى تؤدى، وعن معصية الله حتى تجتنب، على أقدار الله. نعم، العبادة هي التوحيد. قول من؟ ابن عباس رضي الله عنهما. يا أيها الناس، أي هنا في هذه الآية من مؤمن وكافر ومنافق، فتح الله عليه. نعم، الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من أخشاه وكمال سلطانه. طيب، نعم، الصورة الثالثة باختصار أسئلة القبر. قسمنا هذا المتن أو فهرسنا هذا المتن إلى خمسة أقسام: مسائل الأربع، المسائل الثلاثة، لماذا لا توصف توحيد، الأصول الثلاثة، والخاتمة. نعم، أنت. نعم، العلم قبل القول والعمل. لا تطلب العلم لا للشهرة ولا للرئاسة ولا للدنيا، خالصا لله عز وجل. خالصا لله. نعم، لا يدخل الجنة إلا موحد. لا يدخل الجنة إلا موحد. أنا حكم الله على العبيد. نعم، حق الله العبيد التوحيد. بسم الله خمسة أقسام. نعم، سبب البدء بالبسملة قلنا لأمور خمسة. المساجد لله، إما المساجد المبنية أو أعضاء السجود أو الأرض. الدعوة إلى الله لابد فيها من شروط خمسة: الحكمة أول شيء، الإخلاص والعلم الشرعي، معرفة حال المدعو، والحكمة والصبر. نعم، إلى ثلاث أقسام: ذبح لله وذبح لغير الله شرك أكبر محبة وتعظيم، وذبح جائز. الطالب يحفظ بالتعريف حرفيا، فيحفظ التعريف كما جاءت عن العلماء. نعم، ما يغير فيها شيء. نعم، أهمية التوحيد ولا قبل المعرفة، أهمية التوحيد وخطر الشرك. نعم، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا عرف الخير من الشر يقع فيه. الذين في الخلف هناك اخواننا في الخلف معنا انتم. نعم يا اخي. الله يفتح عليك، ياتي معنا هذا الاحسان. في الخلف، في الخلف. نعم يا اخي. نعم، انت واخذ. الله يفتح عليك. اتقوا الله ويعلمكم الله. ما شاء الله، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم. نعم، أما التكفير بالنسبة للفعل أخذنا بعض الأمور. نعم يا أخي. نعم، ماذا أراد المؤلف عندما قال والصبر على الأذى فيه؟ الصبر على ماذا أراد؟ العلم وعلى العمل وعلى الدعوة، فتح الله عليه. معلش يفكر على نقل، نريد لك الخلف. نعم يا أخي. ولا تؤخر، ولا تؤخر الطاعة أيضا. نعم، وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يبادر إلى الطاعات. نعم، وهذا من جدي عليه الصلاة والسلام. شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات، وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدروس المهمة أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. وهناك من يقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر وأصغر وخفيف، فتح الله عليه. آخر شيء. نعم. لا لا، ابقى. التوكل هو صدق الاعتماد على الله،
مع الثقة به والأخذ بالأسباب. نعم، تعيد هذا الكلام. هو صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب. الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ المشروع على الممنوع. مفهوم؟ نعم. الله يفتح عليك. فإذا كان يخاف من الجن ويذبح لهم ويتقرب ويستعد بهم، شرك أكبر. وإذا كان يخاف خوف طبيعي ويقرأ آية الكرسي ويقول أعوذ بكلمات الله، خوف طبيعي، فتح الله عليه. نعم. وأعظم ما نهى عنه الشرك. نعم. شرط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم آخر. أي نعم. أوقف يا أخي. في العلم، في الحفظ. أي نعم. مراجعة هذا الحفظ والمذاكرة. أي الكتب يحفظ؟ نعم. ويستشير في هذا العلماء. فتح الله عليك. تحفظ؟ ماذا تحفظ؟ نعم؟ ماذا تحفظ أصول ثلاثة؟ فتح الله عليك. طيب، بعد هذا درس جديد. من يقرأ لنا الأصل؟ أي أصل؟ أصل. بسم الله. أي نعم. تقدم قليل بالله. أي تقدم. أفتح له المليار. يكفيك هذا. الحمد لله. بسم الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الأصل الثاني. مؤلف رحمه الله بدأ الآن بالأصل الثاني.